نكسس 7 هل هو فعلا افضل تابلت في فئته؟ بشكل عام لا يوجد تابلت منافس واضح وقوي لهذا التابلت في فئته، وحتى الان نكسس 7 التابلت الصغير الوحيد بنظام اندرويد جيلي بين 4.3. اضافت جوجل بالتعاون مع ايسس تحسينات على موديل السنة الماضية، وكان اكبرها هو حجمه الاصغر ومعالجه الاقوى ودقة شاشته الافضل. الدقة العالية في شاشته 7 بوصة هي نفس الدقة الموجودة في شاشات 10 بوصة، مع إضافة معالج سناب دراجون S4 وهو من أقوى المعالجات بين منافسيه. صحيح أنه مع هذه التحسينات سعره زاد عن سعر موديل السنة الماضية، لكن يبقى سعر منافس جدا ويتوقع توفره في الأسواق قريبا جدا. ياهو!